Bonjour à tous, bonjour à toutes, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous et de communiquer avec vous. Moi, monsieur Mohamed Abdel Fattah. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم، سعيد جدا بتواصلي معكم وأتمنى لكم مزيد من التوفيق والنجاح. Aujourd'hui, on va prendre une partie très importante. النهاردة إن شاء الله هناخد جزء مهم جدا. Concentrez avec moi برجاء التركيز معايا. Alors, la leçon du jour. La question par est-ce. La question par est-ce. درسنا النهارده هو السؤال بإسك، أو بمعنى أصح، إزاي أضع سؤال على إجابة فيها وي و نو أو نو. يبقى أنا دلوقتي في جزء مهم جدا، أنا دلوقتي لحد ما بيت أعرف أحط السؤال على مثلا السؤال بكومون، السؤال بكي، السؤال بكاسك، وطبعا على السنين اللي جاية إن شاء الله هنأكد على أدوات الاستفهام كلها، بس النهاردة نركز في سؤال مهم جدا وبيقابلني هو اسك. اسك معناه هل، بستخدمه للسؤال عن إجابة فيها وي أو نو، وي أو نو. طب هل هي اسك بس؟ طبعا في طرق تانية كتيرة جدا هنشوفها مع بعض من خلال هذا الفيديو. مثلا مثال بيقول لي وي جيم لو فرونسي، وي جيم لو فرونسي، ايوه انا بحب الفرنش. عاوز احط السؤال، برافو. واحد يقول لي يا مستر مادام في وي على طول هستخدم كلمة اسك. اقول له برافو، اسك اسك يا ولاد يعني هل. تمام، احنا خدنا يا ولاد ان لو الاجابة جو في السؤال هتبقى تو، وطبعا الفيرب هيتغير. اسك تو ام لو فرونسي، اسك تو ام، اسك تو ام لو فرونسي، هل بتحب الفرنسي؟ وي جيم لو فرونسي. طب في طريقة تانية يا مستر؟ ايوه، عارفين يا ولاد ممكن ما استخدمش اسك خالص. امال ايه؟ طلع الجملة، طلع الجملة ازاي؟ tu aimes le français، tu aimes le français. ايه ده يا مستر فين اسك؟ مش مهم، اسمه ولاد استفهام اللهجة. يعني استفهام اللهجة ان اقول الجملة زي ما هي بس بطريقة استفهامية. tu aimes le français، tu aimes le français، هل انت بتحب الفرنسي؟ طيب ايه رأيكم في الطريقة التالتة اللي هي ايه؟ اجيب الفيرب الاول، اجيب الفيرب الاول. أقولها إزاي يا ولاد؟ أم تو لو فرونسي، أم تو لو فرونسي، أم تو لو فرونسي، هل تحب اللغة الفرنسية؟ يبقى أنا دلوقتي يا ولاد إزاي أقدر أحط السؤال على إجابة فيها وي ونو؟ بكل بساطة يا مستر اسأل بإسك. تمام، إيه كمان؟ بكل بساطة يا مستر طلع الجملة زي ما هي، برافو. إيه كمان؟ أجيب الفيرب الأول. بس خد بالك لما اجي اجيب الفيرب الاول وبعد كده سوجي، الفيرب والسوجي، الفيرب اللي هو الفيرب، سوجي اللي هو الفاعل، يعني تو او جو او ايل او ال، الشخص يعني او برونو، احط بينهم تيغي اللي هي الشرطه دي. ام تو لو فرونسي، يبقى دلوقتي في الجزئيه دي بقول كده وي جيم لو فرونسي، ايوه انا بحب الفرنسي. ممكن اقول اسك تو ام لو فرونسي، tu aimes le français، aimes-tu le français. نشوف exemple آخر. oui je joue au football، oui je joue au football، أيوة أنا بحب كرة القدم. تمام، الإجابة يا ولاد فيها oui أو no، على طول أستخدم est-ce. برافو. est-ce tu joues au football، est-ce que tu joues au football، هل تحب كرة، عفوا هل تلعب أو هل تمارس كرة القدم. خد بالك يا ولاد احنا قلنا الإجابة جو، السؤال بتو، والفيرب هيتغير، تو الفيرب معاها طبعا او اس. طب ايه الطريقة التانية؟ ها مين يقول لي؟ برافو شاطرين، أطلع الجملة من غير اسك، يعني تو، تو جو او فوتبول، تو جو او فوتبول،
هل تمارس كرة القدم؟ تو جو او فوتبول؟ طب الطريقة الثالثة مين يقول لي عليها؟ برافو، اجيب الفيرب الاول. اقول كده يا اولاد، جو تو او فوتبول، جو تو او فوتبول، هل تمارس كرة القدم؟ يبقى حبايبي عشان اسأل سؤال على اجابة فيها وي او نو، بكل بساطة يا مستر استخدم اسك، اطلع الجملة زي ما هي، او اجيب فيرب الاول وبعد كده السوجي وبينهم تيغي الشرطة دي. نو جادور لو سينما، نو جادور لو سينما، لا انا اعشق السينما، لا انا بحب السينما. طيب بصوا بقى، ركزوا معايا في الجزء دي عشان مهمة جدا. انا الاجابة فيها نو هستخدم اسك. اسك تو ادور لو تياتر؟ اسك تو ادور لو تياتر؟ تياتر يعني المسرح. ايه ده يا مستر؟ ده سينما. طب ليه مش تياتر؟ طب ليه تياتر؟ بصوا بقى، هو بيقول لي لا لا انا بحب السينما. يبقى هل ممكن، هل هقول له هل انت بتحب السينما؟ يعني لو انا قلت له هل انت بتحب السينما هو يقول لي لا انا بحب السينما، فبالتالي هعمل ايه بقى؟ هبدا اغير كلمه لو سينما. يبقى ركز يا شباب، اسك تو ادور مثلا لو تياتر، هل انت اسك يعني هل انت بتحب المسرح؟ هيقول لي نو نو لا جادور لو سينما، انا بحب السينما. يبقى ركز وافهم معنى الجمله الاول. طريقه تانية اطلع الجمله، تو ادور لو تياتر، تو ادور لو تياتر، تو ادور لو تياتر، هل تحب المسرح؟ طبعا نو جادور لو سينما، لا انا بحب السينما. وفيرب يا ولاد ادوري، يحب يعني معناه يعشق، يعني يحب اكتر، يعني لاف سو ماتش، خلاص بيحب بطريقه كبيره شويه. او اجيب الفيرب الاول ازاي يا ولاد؟ ادور تو لو تياتر، ادور تو لو تياتر، ادور تو لو تياتر، هل تعشق المسرح؟ نو جادور لو سينما. جزء اخر، نو إلى أونزون، نو إلى أونزون، نو لا إلى أونزون، لا هو عنده 11 سنة. تمام، أنا الإجابة فيها نو هستخدم على طول إسك. طب إسك 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 إلى ديزون، إسك إلى ديزون، إسك إلى ديزون، هل هو عنده 10 سنين؟ نفس الطريقة يا ولاد، يا مستر تحت اونز ليه بقت فوق ديس؟ عشان المعنى، هو ما ينفعش اقول له هل انت عندك 11 سنة؟ لا عفوا، هل هو عنده 10 سنين؟ لا هو عنده 11 سنة، او هو عنده 11 سنة، طبعا مش هتنفع. فهنا غيرت اونز بقت ديس، فخد بالك في الجزئية دي. نو إلى اونزون، لا هو عنده 11 سنة. يبقى اقول اس اسكيلا ديزون، اسكيلا ديزون، هل هو عنده 10 سنين؟ او اطلع الجمله زي ما هي، الى ديزون، الى ديزون، الى ديزون، هل هو عنده 10 سنين؟ او يا ولاد اجيب الفيرب الاول. طب ركزوا كده، انا لما قلت بجيب الفيرب الاول، تمام هجيب الفيرب الاول، المفروض احط بينه وبين السوجي ايه؟ يعني بينه وبين الفاعل ايه؟ ايل او تي او جو. قال لي حط شرط. طب بصوا كده، اتي لا ديزون، اتي لا ديزون، اتي لا ديزون. واحد يقول لي يا مستر ثواني، هو ايه اللي ما بين الا والايل؟ ايه اللي ما بين الا والايل؟ بصوا حبيبي، لما تيجي تجيب الفيرب الاول، تمام يعني لو انت تجيب الفيرب الاول في السؤال، انا بحط شرطه وبعد كده السوجي، سواء كان جو او تو او ايل او ايل. بس لو كان الفيرب والسوجي بيبدا بلتر فويل، حط ما بينهم شرطه تي شرطه، ا تيل، ا تي لا ديزون. ليه بحط الشرطه تي شرطه؟ قال لي عشان افصل بين الدوبل فويل، وبرضه عشان يديني نغم، يديني نغم فين؟ في السؤال. ما ينفعش اقول ا اي لا ديزون، ينفع يعني ركزوا، ما ينفع اقول ا اي لا ديزون، ا اي لا ديزون، طبعا لا، امال ايه؟
Attila, disons. Attila, disons. يبقى برافو عليك. يبقى انا ليه حطيت هنا شرطه تي شرطه؟ قال لي يا مستر عشان الا وايل، الا فويل والايل طبعا بتبدا بلاتر فويل، فحط ما بينهم شرطه تي شرطه. يبقى نقول كده اسكي لا ديزون، هل هو عنده 10 سنين؟ اي لا ديزون، هو عنده 10 سنين. اتي لا ديزون، هل هو عنده 10 سنين؟ طبعا نو، اي لا اونزون، لا هو عنده 11 سنه. جزئيه ثانيه، وي elle aime chanter. Oui, elle aime chanter. Oui, elle aime chanter. أيوة هي بتحب تغني. ماشي يا ست تغني براحتك. بص السؤال بقى. Elle aime chanter، هي تحب الغناء. الإجابة أبويا يا ولاد على طول أستخدم إيه؟ أستخدم إسك. إسك elle aime chanter؟ إسك elle aime chanter؟ إسك elle aime chanter؟ هل هي تحب الغناء؟ أو إيه تاني؟ برافو شطورة. قلت ايه بقى؟ اطلع الجمله زي ما هي. إليم شونتي، إليم شونتي، إليم شونتي. الطريقه الثالثه، وعلى فكره يا ولاد طريقه ان اسال الفيرب الاول هي دي يعني المستخدمه في فرنسا على طول، يعني هي دي مستخدمه بطريقه اكتر. طب لو انا هبدا الفيرب الاول، مين الشاطر يقول لي هعملها ازاي؟ ها ام ال ولا هعملها ازاي؟ انا اجيب الفيرب الاول والام ال شونتي، امال هعملها ازاي؟ ام تل شونتي، ام تل شونتي، ام تل شونتي، ام تل شونتي. خلاص بقت سهله بقى يا مستر. انا جبت الفيرب الاول اللي هو فيرب ام ايمي، وبعد كده السوجي اللي هي ال، حط ما بينهم شرطه. بس خد بالك بقى، لو ام يعني اخرها او فويل وال بتبدا بأو فويل، حط ما بينهم شرطه تي شرطه. امتل شونتي، هل هي تحب الغناء؟ عفوا شونتي مكتوبه بدوبل تي، هي تي واحده. نوت بيان، ركز ولاحظ، خلي بالك من ايه بقى واحنا بنحل كده. انت خليت بالك من ايه؟ اولا اسك، اسكو، اسكو، لو جه بعدها كلمة بتبدأ بلاتر فويل أنا ببدأ أشيل الـ أ وأحط بدلها أبوستروف. إسك، إسك، شفتوا؟ يبقى إسك هتبقى إسك أبوستروف. إسك معناها هل، قلنا. الملحوظة الثانية، شرطة تي شرطة، الشرطة والتي شرطة دي بحطهم إمتى؟ أنا بستخدم دول يا أولاد لو أنا هبدأ الجملة بالفيرب الأول، يعني لو أنا هبدأ السؤال بالفيرب الأول وبعد كده السوجي. لو جيت بدات الفيرب الاول احطها زي امتيل لو فروماج، امتيل لو فروماج، هل هو يحب الجبنه؟ مونجيتيل دو ري، مونجيتيل دو ري، مونجيتيل دو ري، هل هي تاكل الارز؟ اتيل دي فرير، اتيل دي فرير، اتيل دي فرير، هل هو عنده اخوات؟ يبقى انا حطيت الشرطه تي شرطه عشان اولا يديني صوت حلو في الجمله، وثانيا عشان افصل بين الاثنين ايه؟ فويل. طب نشوف حاجه ثانيه كده بقى. دي زيكزيرسيز فاريي، بيقول يا ولاد تروف لا كيستيون او بوز لا كيستيون، حط السؤال. عايزين سؤال على جمله اجابتها وي جو سوي فرونسي، وي جو سوي فرونسي، وي جو سوي فرونسي، ايوه انا فرنسي او انا فرنسي، جاي من فرنسا وانا عايش في فرنسا، انا جنسيتي فرنسي. سهله جدا، هو عاوز ثلاث اسئله تمام. طب هو في الامتحان اجيب لك كده؟ لا، بس احنا اولاد مش بناخد ده عشان الامتحان، الله يبارك لكم، ده حاجه عشان لغه تعرف تتكلم كويس جدا. فبصوا معايا كده، مثلا لو انا احط اول سؤال مثلا اسك تو اي فرونسي، اسك tu es français؟ oui je suis français. طبعا الإجابة بجو، السؤال بتو، سوي ده فيرب اتر مع تو هيبقى او اس. طب طريقة تانية، tu es français، tu es français، هل انت فرنسي؟ والطريقة التالتة سهلة جدا، اجيب الفيرب الاول صح، بس وانا بجيب الفيرب الاول المفروض احط يا اولاد ها es-tu français، es-tu français، هحط شرطه. بس يا مستر ليه ما حطيتش شرطه تي شرطه؟ ليه بحطها لما الكلمتين يبداوا بدوب بفويل؟
بلتر فويل، انما هنا عادي خالص. اي تو فرونسي، هل انت فرنسي؟ وي جو سوي فرونسي. طيب سؤال ثاني، نو il n'y a pas d'élèves en classe. Non, il n'y a pas d'élèves en classe. لا لا يوجد تلاميذ في الكلاس. طيب عايزين نحط سؤال، انت ما تلاقي اولاد وي او نو، لو الجمله صعبه عليك حط اسك. حطيت اسك. est-ce qu'il y a des élèves en classe، هل يوجد تلاميذ في الكلاس؟ طب اخد بالي من حاجه، طبعا تحت il n'y a pas ده النفي، تحت فوق هتبقى il y a يوجد، يبقى il y a يوجد، النيجاتيف بتاعها إن يابا. تاني حاجة دي أبوستروف، انتوا عارفين في النيجاتيف طبعا لو ما كانش الفيرب في اتر فانا بغير الا والان والدي لدي أبوستروف. في حاجة كمان انت عارفها، ان اليا النيجاتيف بتاعها إن يابا دو او إن يابا دابوستروف. إن يابا دي ليفون كلاس، لا يوجد تلاميذ في الفصل. اسك اليا دي زيليفون كلاس، اسك اليا دي زيليفون كلاس، هل يوجد تلاميذ في كلاس؟ او il y a des élèves en classe، il y a des élèves en classe، il y a des élèves en classe، هل يوجد تلاميذ في الكلاس؟ او يا ولاد جيب الفيرب الاول، طبعا y a-t-il des élèves en classe، 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 هل يوجد تلاميذ في الكلاس؟ اتوديي بيان، خلي بالكم نفسكم، ذاكروا كويس جدا. ان شاء الله اشوفكم ان شاء الله السنه الجايه اللي مكمل فيكم معانا في المدرسه، اشوفكم باذن الله على خير. مفتقدكم جدا انتم كطلبه، احنا بنحبكم جدا، وان شاء الله ترجع ربنا يحفظكم وترجعوا لنا ان شاء الله السنه اللي جايه على خير باذن الله. ربنا يبارك فيكم. مع السلامه. Au revoir.